ماسكولار سيستم. المسلز بتاعتنا يا جماعه دي تتميز بايه؟ طبعا المسلز بتاعتنا اكيد تتميز بالكونتراكشن. وما المسل تعمل كونتراكشن، تفتكر هتطول ولا هتقصر؟ مليون في الميه اكيد هتقصر. يعني مثلا المسل مثلا المشهوره دي اللي في الفرونت اوف ذا ارم اللي انت قاعد تلعب لها حديد دهيا في الجيم، المسل المشهوره اللي اسمها بايسبس. البايسبس دهيا ليه تعتبر مسل؟ لانها قادره على الكونتراكشن. واما الكونتراكشن بيحصل المسل دي بتقصر، فما المسل دي بتقصر بتروح عامله ايه؟ حركه، بتروح عامله موفمنت. فاحنا عندنا دايما اي مسل في الدنيا تتميز بكونتراكشن تقوم تقصر، تقوم اكيد تعمل لك موفمنت. يا ترى ايه انواع المسل اللي نعرفها؟ في عندنا جدول كده ظريف انا عامله، وموجود طبعا عندكم اكيد في كتاب الاسم وفي كل الكتب بتاعتكم. يقول لك ايه الفروقات ما بين الثلاث انواع من المسلز المشهورين. انا في عندنا ثلاث انواع من المسل. مسلز اتاتشد تو ذا سكيلتون، يبقى اسمها سكيليتال مسلز. ومسلز موجوده في الاحشاء الداخليه وفي الول اوف ذا بلاد فيسلز، دي اسمها سموث مسلز. وعندنا طبعا عضله القلب اللي هي الكاردياك مسلز. الجدول ده بقى اي جدول هتلاقوه يا جماعه في كليه الطب، بتذاكروه بالطول ولا بالعرض؟ هنذاكره الاول بالطول وبعدين نقارن بالعرض. فتعالوا ناخد بقى خواص اول نوع من انواع العضلات دي اللي اسمها سكيليتال ماسلز. ودي سموها ليه سكيليتال؟ لانها ماسكه في السكيلتون، يعني ماسكه في العظم بتاعنا. العضلات اللي ماسكه في السكيلتون ده هي زي البايسبس واخواتها، دي تحت ارادتي بحركها وقت ما انا عايز. طبعا اقدر احرك اي عضله من عضلات السكيلتال ماسلز دول وقت ما انا عايز، عشان كده هو الكونتراكشن بتاعها بيتقال عليه voluntarily. voluntary muscles او voluntary movement يعني بارادتي زي ما انا عايز. طب ما هي مادام بقى بارادتي، هو ارادتي دي جايه منين؟ جايه من النيرفس سيستم. فاكيد العضلات دي اللي هي تحت ارادتي سبلايد ب الجهاز العصبي الارادي. الجهاز العصبي اللي نقدر اتحكم فيه اسمه سوماتيك نيرفس. فعشان ده فولانتري ماسلز، فالفولانتري ماسلز ده هي الاراديه سبلايد بالنيرفز الاراديه اللي هي السوماتيك نيرفس. ايه رايكم في حاجه كده خطف نظركم في الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعه السكيليتال ماسلز؟ ايه الاستريشن ده؟ التخطيط ده متخططه كده بالعرض، متخططة ومتقسمة بالعرض، متقسمة بالعرض ومتخططة بالعرض. ده نتيجة وجود كده هو أنواع معينة من البروتينات، هتعرفوها طبعا بقى في الهيستولوجي وفي المواد التانية. وده راح أعمل لك كده هو استريشن، استريشن يعني مخططة بالعرض. عشان كده هو السكيليتال ماسلز اسمها كمان فولانتري ماسلز لأنها تحت إرادتي، واسمها التالت استرييتد ماسلز لانها متخططه عشان البروتين اللي هتعرفوه ده في المواد التانية. مايكروسكوبيكالي تتميز بقى المسل فايبرز. المسل فايبر دي اللي هي الوحده التي تكون العضله. فتلاقي كل مثلا مسل بتتكون من الاف مؤلفه من الخلايا. الخلايا دي اسمها مسل فايبر. المسل فايبرز دي يا جماعه ليها كام نيوكليوس؟ دي مالتي نيوكليتد. والنيوكلاي بتاعتها في السنتر ولا على الطرف في البريفري؟ دي على الطرف يعني بريفرال. فتتميز بقى السكيليتال ماسلز انها اتاتش للسكيلتون والعظم بتاعنا. دي تحت مزاجي اعمل لها كونتراكشن واعمل لها ريلاكسيشن وقت ما انا عايز، فهي فولانتري. والفولانتري ماسلز ده هي سبلايد لازم بالجهاز العصبي الارادي
اللي هو السوماتيك نيرفز، ودي فيها ستاريشن بالعرض فكمان بيتقال ليها ستاريتد ماسلز، ومايكروسكوبيكلي مالتي نيوكليتد بريفرال نيوكلياي، وتتميز بالستاريشن. طب الماسل ده هي الماسل دي بقى اللي اسمها سموث ماسلز. السموث ماسلز دي موجوده في الاجزاء الداخليه من جسمي، موجوده في الول اوف ذا بلاد فيسلز، او موجوده في الاحشاء زي موجوده في الجدار مثلا بتاع الاستومك بتاع الانتستن. ايه رايك في حد قال لك مره مثلا او انت فكرت توقف مثلا الانتستن بتاعتك عن الحركه؟ اما تبيض طبعا مش هتعرف ايه توقف الانتستن بتاعتك عن الحركه، فعشان كده الماسلز دي involuntary. ما دام involuntary بقى يبقى هي سبلايد بانهي جهاز عصبي؟ الجهاز العصبي اللا ارادي اللي مش تحت مزاجي. الجهاز العصبي اللا ارادي دون اللي مش تحت مزاجي وشغال اوتوماتيك، ده اسمه autonomic nervous system. السموث ماسلز ايه رايكم يا جماعه؟ فيها استريشن ولا ما فيهاش استريشن؟ لا دي ما فيهاش استريشن. تقدر توصف لي الفايبرز اللي قدامك دي؟ الفايبرز اللي قدامك دي زي ما انت شايف سبندل ان شيب. يعني ايه سبندل ان شيب؟ يعني واسع في النص ورفيع على الجناب، ده اسمه سبندل ان شيب. والنيوكليوس سنترال سنجل نيوكليوس. نيجي بقى للكاردياك ماسلز. موجوده فين الكاردياك ماسلز دي؟ مش موجوده غير في القلب، ده من اسمها. ما هو كاردياك يعني قلب، فكاردياك يعني قلب، يبقى هي موجوده في عضله القلب اللي اسمها مايو كارديوم. ما هو مايو يعني عضله، وكارديوم يعني هارت، فمايو كارديوم دي عضله القلب. في حد فينا يقدر يوقف قلبه كده دقيقتين ثلاثه يستريح شويه؟ ما ينفعش، تموت على طول. فبرضو المايوكارديوم دي involuntary. involuntary وبالتالي under the control of autonomic nervous system اللي مش تحت ارادتي. وفي استريشن ولا مفيش؟ هو في استريشن بس اقل كتير من السكيليتال ماسل. تتميز قوي بقى الماسل فايبر بتاعت الهارت بايه؟ بانها بتدي برانشز توصلها بالماسل فايبر اللي جنبيها، وليها سنجل نيوكليوس. ليه يا ربنا موصل كده هو كل الماسل فايبرز دي مديها برانشز ومتصلين كده كلهم ببعض؟ عشان اصل كلهم بيشتغلوا كوحده واحده، كلهم بيعملوا كونتراكشن مع بعض ديورينج سيستول، ويعملوا ريلاكسيشن مع بعض ديورينج دايستول. فاثناء انقباض القلب كلهم عملوا كونتراكشن اللي اسمه سيستول، وكلهم هيعملوا ريلاكسيشن مع بعض during diastole اللي هو ارتخاء القلب. ده الفروقات ما بين ال skeletal muscle والsmooth muscle والcardiac muscle. احنا كده هو خدنا الجدول ده بالطول. تعالى كده هو بقى نحفظه لك كده هو بسهولة بالعرض. المكان طبعا بتاعه خلاص عرفناه. skeletal دي باينة من اسمها attached to the skeleton. كاردياك دي من اسمها تبقى في المايوكارديوم، وسموز ده هي اللي هي في الاحشاء الداخليه، الصراحه مش باينه من اسمها. كل العضلات دي involuntary، سموز وكاردياك with exception. مين بقى الفولونتري؟ الفولونتري ماسل اللي هي السكيليتال. ما دام كلهم involuntary ما عدا السكيليتال، يبقى كلهم سبلاي بالاوتونوميك نيرفوس سيستم ما عدا السكيليتال، سبلايد بالسوماتيك نيرفز اللي هي اندر يور كنترول. الاستريشن كلهم استريتد ويز اكسبشن بقى الاخ اللي في النص ده اللي هو مين؟ السموث ماسل مش استريتد. وبعدين بقى وصف الماسل فايبر هيستولوجيكالي دون من ايه؟ من الثلاث رسومات بتوعنا، ودول هتاخدهم طبعا بالتفصيل المميت في الهيستولوجي. بعد كده بقى نيجي يا جماعه ل الاتاتشمنت اوف ماسلز. المسل اتاتشمنت ناخد مثلا كده
المثال بتاعنا المصل المشهور دي اللي في الفرونت اوف ذا ارم بتاعك، الحته دي طبعا من ايديك اسمها الارم، الحته دي من الابر ليم اسمها ارم. في العضله اللي في الفرونت اوف ذا ارم دي اللي اسمها البايسبس. البايسبس هي يا جماعه واخده بدايه من عظم، عشان كمان قلنا عليها سكيلت، وهتنتهي في الاخر في عظم. احنا اتفقنا طبعا هي اسمها سكيلتون عشان اتاتش للعظم والسكيلتون. نبص نلاقي بدايه العضله ده بنقول عليه الاورجن، وده بيكون الموست فيكسد اتاتشد بارت اوف ذا بون اوف ذا ماسل. فهي ليها تو اندز، بيكون ليها واحد اتاتشد اللي هو الاورجن اللي هو بدايه العضله، وليها واحد الطرف التاني بيكون موبايل بيتقال عليه انسرشن. فالموبايل اتاتشمنت ده اسمه انسرشن، والفيكسد اتاتشمنت للعضله ده اسمه اوريجن. وطبعا لازم نكون عارفين ان احنا دايما بنشد الانسرشن الموبايل اللي هيتحرك ناحيه الاوريجن الفيكسد. فلما هشد كده هو الجزء التحتاني ده اللي اسمه الفور ارم اهو اللي يتحرك، فيبقى الانسيرشن اهو ده الموبايل بيتحرك وبشده لمين؟ للي فوق الثابت اللي هو الاورجن. نبص نلاقي ممكن العضله على فكره تشقلب، الاكشن بتاعها. هو دايما الاكشن بان انا اشد الانسيرشن ناحيه الاورجن. ممكن على فكره في عضلات تشد في بعض الاحوال الانسيرشن ناحيه الاورجن، زي المصل المشهوره مثلا او دي عضله كده هون على البوستيرو ابدومينال وول طالعه من الفيرتبرال كولم ونازله نازله نازله لحد ما تبقى انسيرتد في فخدك في الساي في الفيمر اهي. ده الاورجن من الفيرتبرال كولم، وده الانسيرشن يبقى الموبايل في الفيمر. فالعادي اما تشد وتعمل كونتراكشن هتشد الفيمر لفوق، يعني الست اللي بتعمل اكسرسايز دي لو شدت الاورجن اللي في خدها اللي في الساي للفيرتبرال كولوم هيحصل فليكشن اوف ذا هيب، رجليها كده هتطلع لفوق وتبقى هنا اهو. ده العادي، شديت الانسيرشن اللي في الفيمر اللي في الساي راحت رافعه الساي لفوق، ده عادي. بس في اكسرسايز مشهور قوي انت برضو بتعمله وانت نايم على ظهرك، مش ممكن اثبت اللور ليم واروح قايم كده هون بالترنك. لو انا عملت الحركه دي يبقى انا مثبت الانسيرشن ورحت شادد الاورجن اللي هو الفيرتبرال كولوم من فوق. على فكره العضله ممكن في بعض الاحوال وهي بتعمل كونتراكشن وعايزه تعمل موفمنت معينه ممكن تشقلب، تروح مثبته الانسيرشن وتروح شاده الاورجن ليها. كتير قوي على فكره بتلاقي العضله لها اكتر من اورجن واكتر من انسيرشن، زي سيمبلي مثلا البايسبس اللي احنا بنقولها المشهوره ده هي البايسبس اهي ليها كام اورجن دي؟ ايه ده؟ دي طالعه من مكانين بيتقال عليهم هيد، ليها طالعه من تو بتو هيدز، ادي تندون وادي تندون ودي عظمه ودي عظمه طالعه منه، ده اتنين اورجن. وبص الانسيرشن ايه ده؟ ده انسيرتت في عظمه ورايحه ليها كده حاجه تانية انسيرتت في حته تانية، فليها اتنين انسيرشن وليها اتنين اورجن. في الليم ابر ولور ليم، تفتكر الاورجن بيبقى بروكسيمال ولا الانسيرشن هو اللي بيبقى بروكسيمال؟ نضرب مثال البايسبس اللي قدامنا ده، ده الاورجن بتاع البايسبس بروكسيمال ولا ديستال؟ ده ايه ده يا عم؟ ده ناحيه الروت اوف ذا ليم، وناحيه الروت اوف ذا ليم يبقى مين؟ بروكسيمال. والانسيرشن بقى فين؟ بعيد عن الروت اوف ذا ليم، يبقى ديستال. وقاعده عامه في الليم دايما الانسيرشن ديستال والاورجن بيكون بروكسيمال. طيب البايسبس ده هي معديه على كام جوينت؟ البايسبس ده هي من الاوريجن للانسيرشن راحت معديه على الشولدر جوينت اللي فوق دي، وعدت كمان على الالبو جوينت.
اكيد بقى احنا اتفقنا ان الحركه هتيجي منين، ان انا اشد الانسيرشن ناحيه الاورجن، فهنعمل اكشن وهنعمل موفمنت في كام جوينت. هعمل اكشن على كل الجوينت اللي ما بين الاورجن والانسيرشن، فانا اقدر اعمل موفمنت على الشولدر جوينت واقدر اعمل موفمنت على الالبو جوينت. طب افرض مثلا يعني لو انا عندي مثلا مصل واخده اورجن من الارض وراحت معديه على الالبو، وبعدين راحت معديه على الريست، وبعدين راحت معديه على الفينجرز، العضله دي لما تشد الانسيرشن هتقدر تعمل موفمنت على الفينجرز وموفمنت على الريست وموفمنت على القلب. فانت دايما في الكونتراكشن بتشد الانسيرشن ناحيه الاورجن، وينتج عن ذلك ان انا كمصل ممكن اعمل موفمنت في كل الجوينت اللي ما بين الاورجن والانسيرشن، وان كانت جوينت 2 3 انا اقدر اعمل كونتراكشن لكل دول كلهم ما بين ما بين الاورجن والانسيرشن. يا ترى المسلز كاورجن وكانسيرشن بتبقى اتاتشد لايه؟ طبعا العادي والكومنست احنا بنقول عليها سكيليتال ماسلز اللي احنا بنتكلم عليها. احنا دلوقتي دايما بنتكلم على السكيليتال ماسلز، السموث ماسلز والكاردياك ماسلز، دول ما يهموناش في الاناتومي كتير يعني، احنا اللي يهمنا السكيليتال ماسلز. السكيليتال ماسل شايفين يا جماعه طلعت منين؟ من بون. وانسيرتد فين؟ في بون. فاكثر اتاتشمنت في الدنيا للسكيليتال ماسلز البونز، وبنبقى اتاتش للبون يا اما بالتندون الابيض دون اللي هو كتله فايبرس تيشو كولاجين باندلز، او ممكن اكون ماسك بفليشي فايبرس. فالاورجن والانسيرشن قد يكون تندون او قد يكونوا فليشي فايبرس. ممكن المصل تبقى اتاتشد لرافي الشلاليت اللي انا بقولها دي. يعني ايه رافي؟ ده الرافي اهو، الرافي لينير باند لاين اوف فايبرس تيشو، خط من الفايبرس تيشو، وتجي لك المصل على اليمين والمصل على الشمال تبقى اتاتشد لهذا اللاين اوف فايبرس تيشو اللي بيتقال عليه رافي. اشهر مثال ليه العضله دي اللي اسمها دي، بس يا دوبك شيل الجلد هتلاقي تحت الجلد هنا هون في الفلور اوف ذا ماوس العضله دي اللي اسمها مايلو هايويد. ليه سموها مايلو هايويد؟ انا دايما احاول اقول لك العضلات اتسمت ليه عشان اثبت لك المثال. والامثله اللي احنا بنضربها دي على فكره يعني ما تحفظهاش قوي في اول مذاكره، وقدام كده شويه ما تاخد الابر ليم واللور ليم والهيد اند نيك هتبقى الامثله سهله قوي وبتبقى عارفها. وانا اقولها لك كده هو مبدئيا دلوقتي عشان تعرفها مبدئيا، هي اسمها مايلو هايويد لانها اتاتشد للعظمه دي اللي اسمها هايويد، فيبقى ده النص الثاني من العضله اسمها هايويد. يعني ايه بقى مايلو؟ مايلو يعني كده هو اللحمه، كده هو حته لحمه عامله زي البوفتيك، ثين فيلات برود فيليشي مصل. فيليشي مصل يعني زي حته اللحمه الحمر، وثين وفلات تبقى مايلو. فعشان كده هو مصر رؤيه كده هو عامله زي البوفتيك واتاتشد الهايويد بون، يبقى اسمها مايلو هايويد. واللي جاي من على اليمين واللي جاي من على الشمال تبقى انسيرتد في الميدل لاين في الخط الابيض ده اللي اسمه الرافي. ممكن العضله تبقى اتاتشد للكارتلج. اشهر حته فيها كارتلج ومصل اتاتشد للكارتلج وكله كارتلج في كارتلج اللارنكس، الحنجره بتاعتك. اللارنكس دي فيها بص كده هون فيها تفاحه ادم المشهوره قوي دي البروميننت في الرجاله، عشان كده سموها تفاحه ادم. هي في العلم بقى كده هون وفي الاناتومي اسمها الثايرويد كارتلج. لو نزلت تحتيها كده هتلاقي في حاجه عامله زي الدبله تخينه شويه، كارتلج برضه بس تخينه، دي اللي اسمها كريكويد كارتلج. واشهر عضله اتاتشد طالعه الاورجن بتاعها من كارتلج اللي هي الكريكويد، والانسيرشن بتاعها في الثايرويد كارتلج. هسيبك لضميرك انت بقى، يبقى دي اسمها ايه؟ تبقى اسمها كريكو عشان طالعه من كريكويد كارتلج، ثايرويد مصل عشان انسيرتد في الثايرويد. فالكريكو ثايرويد دي اورجن من كارتلج وانسيرشن في كارتلج، فيبقى ده الاتاتشمنت بتاعنا كارتلج. وعرفت منين انها جايه اسمها كريكو ثايرويد، من الكريكويد كارتلج دي للثايرويد كارتلج دي.
ممكن المصر بتاعتنا تبقى اتاتشد للسكن زي عضلات وشك. احنا كنا اتفقنا واحنا بناخد الفاشيا ان هو مفيش ديب فاشيا، والماسلز واخده اوريجن من العظم بتاع السكال، والماسلز اوف ذا فيس دي اللي هي الماسلز اوف اكسبريشن اللي بتبان عليك فيها الضحكه ان انت سعيد او تبان ان انت حزين، اسمها ماسلز اوف اكسبريشن، ودي بتكون يا جماعه اتاتشد للسكن. اتاتشد للسكن للسوبرفيشال لاير اوف ذا سكن ولا للديب لاير؟ السوبرفيشال لاير عندك اهو ما لناش دعوه بيه. السوبرفيشال لاير ده اسمه ايبي ديرمس. المصل دي ديب للسكن واتاتشد للديب لاير اوف ذا سكن اللي اسمه ديرمس، يعني ده الجلد بتاع وشي اهو. فده الايبي ديرمس طبعا ده بره وما لناش دعوه بيه. المصل دي طالعه من البون واتاتشد للديب لاير اوف ذا سكن اللي اسمه الديرمس. وعلى فكره الشد بتاع العضلات دي على الجلد هو ده اللي بيديك السناية بتاعت وشك، تديك مثلا الكوروجيشن بتاعت الفورهيد، وان انت مكشر، ان انت بتضحك، ان انت حزين، حاجه زي كده اهو. اخيرا بقى المسلز ممكن تكون اتاتشد لانترميديت تندون تو بيليز. ولو وجعك كلمه بيلي قوي دي يعني هيد يا سيدي، هيد او بيلي. والبيلي دي اللي هي فليشي بارت اوف ذا مسل، تو فليشي بارت اوف مسل وكونتراكتايل، وتلاقي التو بيلز دول اتاتشت في النص للابيض دون. ايه ده؟ لانترميديت تندون. فممكن المسلز تكون اتاتشت لانترميديت تندون زي العضله المشهوره قوي دي اللي اسمها الدايجستريك مسل. داي على فكره زي اخر ما خدنا في الترمز اوف نمبر، داي يعني ايه؟ يعني اتنين، لان ليها تو تبقى داي. ايه الانتفاخين دول؟ ما تفهمش هما بيسموها ولا ايه يعني، كان واحد ضرب بانج ولا ايه بالظبط؟ قال لك البتاع دي كده منفوخه، شبه ايه منفوخ؟ شبه ايه منفوخ؟ قال لك شبه المعده. فقال ايه العضله دي زي ما يكون ليها معدتين، اصل كلمه جاستريك يعني معده، فقال لك ايه دي دايجاستريك مصل، يعني زي ما يكون ليها معدتين. فطبعا ده كده هو ايه يعني تشبيه بتاع ناس ايه يعني مبسوطة ولا ضربة حاجة ولا حاجة زي كده هون. فالمهم ملناش دعوة، دي اللي اسمها دايجاستريك مصل. واحنا اتفقنا على فكرة 100 مرة احنا بناخد الطب بالانجلش وبنحفظ دي اسامي بالانجلش، فهي اسمها دايجاستريك. بس احنا لو في حاجة فاني كده هون واتسمت ازاي وبتاع وحاجات زي كده هون بنقولها لك عشان نثبت الايه الفهم بتاعك. ويبقى دي انواع الاتاتشمنت اوف ماسلز، ونكمل ان شاء الله في الفيديو القادم. Thank you for good listening and good luck.